لقد رسمت مثلث عشوائي هنا ورسمت أيضا ثلاث مستقيمات متوسطة، المستقيم المتوسط EB والمستقيم FC والمستقيم AD، ونعلم أن المستقيمات المتوسطة الثلاثة تتقاطع في G هنا ولنسميها النقطة المركزية. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أثبت لكم أن النقطة المركزية هي على بعد ثلثين من كل مستقيم متوسط. وطريقة أخرى للتفكير فيها هي أنه يمكننا أن نختار أي واحد من هذه المستقيمات المتوسطة ولنقل EG، وما أريد عمله هو أن أثبت أن EG طوله يساوي ضعفي GB ضعفي GB، بالتالي مهما كانت هذه المسافة فهي ضعفي هذه المسافة هناك. وطريقة أخرى للتفكير فيها أن EG يقع على ثلثي المسافة لEB، والمنطق الذي استخدمته لإثبات ذلك يمكنك أن تستخدمه لأي من المستقيمات المتوسطة حتى تبين أن النقطة المركزية تقع على ثلثي مسافة أي من المتوسطات، أو تقسمه إلى مقطعين بحيث أحدهما طوله ضعفي المقطع الآخر. ولعمل ذلك لنركز على أريد أن أركز على المثلث ABE، المثلث ABE هنا، وسوف أرسم هذا المستقيم المتوسط كأساس. إذن دعوني أرسمه هكذا، سوف أحاول أن أستخدم نفس الألوان. إذن نرسمه، سوف أرسمه أعرض من ذلك، إنه هكذا. ثم لدينا الضلعين الأصفرين، بالتالي هو يبدو مثل هذا ويبدو مثل ذلك، ولدينا النقطة المركزية هنا على جي. هذه هنا هي نقطتنا المركزية. ثم لدينا هذا الخط الذي يذهب إلى A، دعوني أرسمه أفضل قليلا من ذلك. لدينا هذا الخط الذاهب إلى A، ثم لدينا هذا الخط الأزرق الذاهب إلى F هنا، هذا الخط الأزرق ذاهب إلى F. دعوني أسمي كل النقاط، سأعود للون البرتقالي، فهذه ستكون E، وهذه ستكون B، وهذه ستكون A، وهذه ستكون F هنا، وذلك لنتأكد أن لدينا نفس العلامات. هذه العلامة هنا هي نفس هذه، هاتان العلامتان على هذا الضلع هما نفسهما هناك. وخلال طريقنا لإثبات أن EG هو ضعفي طول GB، لنشير إلى النتائج التي حصلنا عليها قبل عدة فيديوهات، أن المستقيمات المتوسطة تقسم هذا المثلث إلى ست مثلثات أصغر ولها نفس المساحة. إذن ست مثلثات أصغر لها نفس المساحة. طريقة أخرى للتفكير فيها، في كل من هذه المثلثات الصغيرة الثلاثة يوجد تساوي، فهؤلاء الثلاثة هم من الستة مثلثات الصغيرة، بالتالي كلها متساوية ولها نفس المساحة. إذن دعونا نفكر بهذا المثلث هنا، لنفكر بهذا المثلث، المثلث AGB، هذا المثلث AGB هنا، وهذان المثلثان مماثلان له، ولنقارن هذا مع المثلث EAG هنا، لنقارنه مع هذا المثلث وهو هذا المثلث هنا في الرسم الأصلي. الآن كلاهما له نفس الارتفاع، فإذا تصورت EG كقاعدتهما، أو أعتقد كقاعدتهما المشتركة، فليس لهما نفس القاعدة تماما. هذا المثلث الصغير قاعدته E، المثلث البرتقالي الصغير قاعدته هي GB، والمثلث الأزرق الأكبر قاعدته هي EG، لكن بالتأكيد لهما نفس الارتفاع عندما ترسمهما بهذه الطريقة.
بالتالي ارتفاعهما في كلا الحالتين هو هذا هنا. الآن الشيء الآخر الذي نعلمه هو أن هذا المثلث الأزرق EAG له ضعف مساحة المثلث البرتقالي. كيف نعرف ذلك؟ لأنه يوجد بداخله مثلثين من هذا. إذن طريقة أخرى للتفكير به هي إذا كانت مساحة المثلث البرتقالي X، إذن سأسميها X هذه المساحة، ثم كل من هذان المثلثان بالأزرق مساحتهما X، أو يمكنك القول كل هذه المنطقة الزرقاء، كل هذه المنطقة الزرقاء مساحتها سوف تكون 2X. بالتالي إذا نظرت لهذا المثلث الأزرق هنا، نحن نعلم أن نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع تساوي المساحة، بالتالي نحصل على نصف القاعدة هي EG، سوف أعملها باللون الأخضر، نصف EG ضرب الارتفاع ضرب هذا الارتفاع الأصفر سوف يساوي 2X. أنا فقط أطبق معادلة مساحة المثلث، نصف القاعدة ضرب الارتفاع يساوي المساحة، هذه هي المساحة. الآن لنعمل نفس الشيء لهذا المثلث البرتقالي، نصف، دعونا أنتقل قليلا إلى اليمين، لدينا نصف جي بي ضرب الارتفاع الأصفر، نصف جي بي ضرب الارتفاع الأصفر، ضرب الارتفاع سوف يساوي إكس، حسناً يمكننا أن نعوض. إذا كان هذا يساوي X فيمكننا أن نضع كل هذه العبارة هنا مكان X، دعونا نعمل ذلك. لدينا نصف، ربما أنت ترى أنه يسير هكذا ولكنني لن أتغاضى عن أي خطوة هنا. لدينا نصف ضرب EG ضرب H ضرب EG ضرب H يساوي 2 ضرب X، لكن بدلا من X سوف أكتب هذا هنا كما ترى، 2 ضرب نصف ضرب GB ضرب هذا الطول ضرب قاعدة المثلث الصغير ضرب H ضرب H. الآن يمكننا فقط تبسيط هذا، لدينا 2 ضرب نصف فهذا سوف يكون فقط 1، سوف يساوي 1، يمكن تقسيم الطرفين على H، ويتبقى لدينا نصف EG يساوي GB، أو يمكن أن نكتب EG على 2، دعوني أعملها بنفس الألوان حيث أنني دائما أفعل ذلك. بالتالي يمكن أن نكتب نصف EG يساوي GB، سوف يساوي GB، ولقد انتهينا. هذا أساسا يقول أن GB هو نصف EG، GB هو نصف EG، فمثلا إذا كان GB يساوي 2 فهذا سيكون 1، وإذا كانت 4 فهذا سيكون 2، بالتالي لقد أثبتنا النتيجة. حسنا، في الحقيقة لنعود إلى الوراء، هذه النتيجة التي أردنا إثباتها حتى نصل هنا، علينا أن نضرب طرفي هذه المعادلة بـ2، نضرب هذا الطرف الأيسر بـ2 نحصل على EG، نضرب الطرف الأيمن بـ2 نحصل على GB، بالتالي أثبتنا أن EG هو ضعفي GB، ونستطيع تطبيق نفس المنطق لأي من المستقيمات المتوسطة لنبين أن النقطة المركزية هي تماما تقع على ثلثي المسافة للمتوسط.